بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل. نتابع مجالس إعراب الجمل وأشبه الجمل، نحن في المجلس 29 من هذه المجالس الطيبة. ما زلنا نتكلم على الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أي التي لا تنحل بمفرد. وقد وصلنا إلى الجملة التاسعة، وهي جملة الصلة. تكلمنا على صلة الموصول الاسمي، وشرعنا البارحة في صلة الموصول الحرفي، وقلنا يا كرام المقصود بالموصول الحرفي هو الحرف المصدري، وبينا أن الأحرف المصدرية خمسة: أن وأن وكي وما ولو. وذكرنا أن جمهور النحويين يرى أن لو لا تكون حرفا مصدريا بل تلازم الشرطية، لكن الفراء وأبا علي والعكبرية وابن مالك كما قلنا جعلوها مصدرية، وانتصر لهم أو تكلم ابن هشام في المغني في مغني لبيب بما يشبه الانتصار للقائلين بمصدرية لو، يعني بمجيئها مصدرية بجواز خروجها عن الشرط. ثم بينا في الدرس السابق أن همزة التسوية ليست حرفا مصدريا، وأتينا بنصوص قاطعة تدل على ذلك، الحمد لله. نعم. ثم بينا شيخنا حفظه الله تعالى مواضع إضمار أن، مواضع إضمار أن، وأن من الحروف المصدرية، مواضع إضمار أن وجوبا وجوازا. نعم. وصلنا إلى قوله وتمتاز أن وما. لم نشارك الشاشة، دقيقة، لم نشارككم الكتاب، نعتذر إليكم. دقيقة واحدة. صفحة 22 بعد 100. نعم. قال، طبعا ذكرنا في الدرس السابق أيضا أن هي حرف مصدري، لكن لا يكون بعدها جملة صلة الموصول الحرفي إلا إذا كفت بما، إلا إذا كفت بما. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، لم أنتبه للسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. قال وتمتاز أن وما بأنهما قد يقع المصدر المؤول منهما ومما بعدهما موقع المشتق. تكلمنا على هذا، تكلمنا على الآيات الأول وعلى البيت. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، معناه وما كان هذا القرآن مفترا. انظروا المصدر هنا أول بمشتق. عسى الله أن يعفو عنهم، يعني عسى الله عافيا. لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، قلنا يعني لعمرك ما الفتيان نابتي أو نابتو اللحى، كلاهما. قال شيخنا وعندي أن يحمل على هذا مثل قول الله تعالى ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، لأن المعنى ولستم بآخذه إلا مغمضين فيه. وكذلك الحال في مثل قول الكلحبة إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت حبال الهوينا بالفتى أن تقطع. نلاحظ أو شكت حبال الهوينا بالفتى متقطعة. المصدر المؤول هنا أول بالمشتق. الأصل أن المصدر المؤول ينحل بمصدر صريح، لكن كما قال أستاذنا أن وما قد يؤول بعدهما المصدر بمشتق. قال وقول زهير لعلك يوما أن تراعي بفاجع كما راعني يوم النتاءة سالم، لأن المعنى أوشكت حبال الهوينا متقطعة ولعلك مروعة يا هذه. غير أن بعض الباحثين استبعد مثل هذه التوجيهات وحمل ذلك على أن المصدر هاهنا وقع في موقع مشتق لضرب من المبالغة، كما تقول جئت ركضاً أي راكضاً. طيب، إذن أستاذنا قال المصدر هاهنا مؤول بمشتق، يعني عندنا تأويل كما قلنا بدرجتين، فعسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله عفواً عنهم، ثم عسى الله عافياً عنهم. طيب، بعض النحويين كما قال أستاذنا هنا
بعض النحويين استبعد مثل هذا وقال لا، المصدر يؤول بمصدر. طيب، وكيف يخبر بالمصدر عن الذات مثلا؟ كيف يخبر بالمصدر عن الذات؟ قال نعم، إنما وقع هاهنا لضرب من المبالغة، كما تقول في قولنا مثلا زيد عالم، إذا أردت المبالغة تقول زيد علم، هذا أبلغ من قولك زيد عالم. تمام؟ فبعض النحويين قال لا، المصدر هاهنا المؤول نستنبط منه المصدر الصريح. طيب، ومن عمل؟ وقع المصدر هاهنا للمبالغة، للمبالغة. ولو، لاحظوا يا كرام، تنبهوا لهذا، لو رجعتم للنصوص التي ذكرها الشيخ لوجدتم أن معظمها يحتمل المبالغة، أن معظمها هي نصوص بلاغية، هي أعلى من مستوى التبليغ، تبليغ المعلومة، هي ولذلك يعني تحتمل هذا القول بشدة، تحتمل القول بأن المصدر ها هنا وقع موقع المشتق للمبالغة، وهذا وارد عند النحويين ويذكرونه. ماذا تقول؟ تقول الخنساء حينما رأت أخاها صخرا تصف أن ولاها أشد، أو أن حزنها، أن حزنها وألمها أشد من البقرة التي فقدت وليدها، في مشهد تصريحي عجيب، أنا نسيت الأبيات مع الأسف، الآن خطرت لي. يعني من جملة ما تقول: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت، فإنما هي إقبال وإدبار، إنما هي إقبال وإدبار. لاحظوا يا كرام المعنى، إنما هي مقبلة ومدبرة. كيف أخبر بالمصدر عن الذات لضرب من المبالغة؟ يعني هي الإقبال نفسه وهي الإدبار نفسه. فهمتم هذا المعنى يا كرام؟ فما ذكره بعض الباحثين محتمل، محتمل. لاحظوا هذه الآية التي تفيد ترجية الناس: عسى الله أن يعفو عنهم، لعمرك ما الفتيان أن تموت اللحى، لستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، إلى آخره، أحتمل هذا بشدة. طيب، وقيل إن المصدر في بعض هذه الشواهد بدل من المسند إليه قبله، وفي بعضها الآخر على تقدير حرف جر قبله. يعني لاحظوا مثلا هنا: عسى الله أن يعفو عنهم، قيل إن عسى هنا تامة، ولفظ الجلالة، ما يعرب لفظ الجلالة يا كرام حينئذ؟ عسى الله، ما يعرب لفظ الجلالة حينئذ؟ نعم، فاعل، أحسنتم تماما. و أن يعفو عنهم، المصدر المؤول بدل من الفاعل، بدل من الفاعل. وعسى، تنبهوا، كل عسى من الله تعالى فهي واجبة، إلا في موضعين كما قال العلماء، كل عسى من الله في القرآن المسندة إلى الله هي واجبة. يعني عسى الله أن يحقق، أن يعفو عنهم، المعنى تحقق عفو الله عنهم، تحقق عفو الله عنهم. واضح يا كرام؟ نعم، عسى الله أن يعفو عنهم. إذن هي بدل قال في بعضها، وفي بعضها نقول في محل جر بحرف جر محذوف أو نصب بنزع الخافض. انظروا: ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، المصدر المؤول على القول الثالث هذا الذي قاله بعضهم، ما رأيكم فيه؟ في محل ماذا؟ ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إلا، ولستم بآخذه إلا، ما رأيكم؟ إلا لا لا، على القول الثالث أنا قلت إلا بأن تغمضوا فيه، تماما، أحسنت، إلا بإغماض، تماما، إلا بأن تغمضوا، إلا بإغماض، يعني في محل جر بحرف جر محذوف أو في محل نصب بنزع الخافض. إذن عندنا ثلاثة أقوال: المصدر مؤول بمشتق، المصدر وقع موقع المشتق للمبالغة، القول الثالث لا، المصدر المؤول إما بدل مما قبله، وإما أن هناك حرف جر محذوفا. طيب، وأما شاهد ما، ما شاهد ما في ماذا؟ شاهد ما في وقوع المصدر أو في تأويل المصدر بالمشتق في هذه المسألة، فنحو قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، لأن تقديره كل شيء خال من الله باطل. طبعا ما كما تعلمون قبل خلا هي حرف مصدري،
هي حرف مصدري، والمصدر المؤول هنا ما محله من الإعراب يا كرام؟ ألا كل شيء ما خلا الله، ما محل المصدر المؤول من الإعراب ها هنا؟ نعم، ما محل المصدر المؤول من الإعراب؟ ما رأيكم؟ حال، حال، يعني بما أن كل أضيفت صارت مخصصة بالإضافة، والأقرب لاحظوا هنا تقدير الشيخ جعلها صفة، على كل شيء خال من الله، فالمصدر المؤول ها هنا صفة أو حال، الحالية واردة أيضا. قال وقولك حضر المدعوون ما عدا أخاك، تقديره حضر المدعوون عادين أخاك، المصدر المؤول هنا ما محله؟ ما محله من الإعراب؟ حضر المدعوون عادين أخاك، نعم تماما، حال، أحسنتم، نعم. إذن المصدر المؤول ها هنا في محل نصب حال. تلاحظون أن المصدر ها هنا أيضا أول بمشتق، كل شيء خلوه من الله، ثم سنؤول خلو بخال من الله. قال ويحتمل أن يكون من ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، والمصدر المؤول مما وما بعدها في تقدير اسم المفعول، انظروا، يعني من محبوبكم. إذا عندي هنا مصدر مؤول باسم المفعول، ومثله أيضا قوله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، والتقدير ثم يعودون للمقول فيهم، لفظ ظهر وهن الزوجات، وهكذا. الآن مسألة أخرى، انتهينا من هذه المسألة ومن الخصوصية التي تكون فيها أن وما، وهي تأويل المصدر بمشتق. قال والمضطرد في صلة الموصول الحرفي أن تكون جملة فعلية ليتسنى تأويل المصدر الدال على الحدث. نحن سنستخرج مصدرا بواسطة الحرف المصدري، المصدر هو حدث، إذا لابد أن يكون عندي في الجملة فعل، لابد أن يكون عندي في الجملة مادة الحدث، لذلك لابد أن تكون الجملة فعلية. قال أستاذنا وقلما جاءت جملة اسمية إلا إذا كانت صلة لما وفي خبرها ما يساعد على تأويل المصدر. إذن جملة صلة الموصول الحرفي تكون فعلية، لا تكون اسمية إلا إذا كان الحرف المصدري ما وفي خبره ما يدل على أو ما يساعدنا على التأويل بالمصدر، نحو قول أمية بن أبي الصلت فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فعلت كما الجار المجاور يفعل. لاحظوا معي يا كرام، الكاف ما محلها من الإعراب؟ فعلت كما الجار المجاور يفعل، ما محل الكاف من الإعراب؟ نعم، مفعول تماما، ده مفعول مطلق. طيب وما حرف مصدري، طيب الجملة بعدها اسمية ليست فعلية، نعم لكن في حيزها الفعل، انظروا كما الجار المجاور يفعل. فإذا يعني تقدير المصدر، كيف سنقدر المصدر هنا؟ فعلت، فعلت كفعلي، كفعلي الجاري. لاحظوا وجود فعل، وجود يفعل في حيز هذه الجملة الاسمية ساعدنا على تأويل المصدر الموضوع. قال وقول المرار ابن منقذ، قولي أم قوله؟ أنا أعتني بهذا، نحو قولي وقول المرار ابن منقذ أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص، أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص، طبعا يخاطب نفسه ويلومها على التصابي وقد بلغ من العمر ما بلغ، هذه الشبيبة تبدي عذر صاحبها. نعم أعلاقة أم الوليد، نعم لاحظوا هذا التصغير ها هنا يعني مفيد في موضعه، في موضع التوبيخ لنفسه. نعم علاقة الأم الوليد، ربما تكون تلك في غاية الصبا وفي غاية الشباب وإلى آخره، وأنت قد شبت أفنان رأسك كالثغام، الثغام نبت يكون في الجبال، فإذا ما يبس أبيض يكون أبيض، إذا ما يبس افتحوا صوره تجدوها موجودة في الإنترنت، نبت الثغام. والمخلص هذا النبت أيضا مع حين ييبس يعني ينبت معه الرطب،
يعني ينبت الأخضر أيضا، فيختلط الرطب باليابس، يكون هناك أخضر ويابس أبيض. كالثغام المخلص، علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. طيب الآن أسألكم، نعالج هذه المشكلة. يقول أستاذنا الأصل في جملة صلة الموصول الحرفي أن تكون فعلية إلا بعدما فقد، قد تكون اسمية إذا كان في حيزها ما يدل، ما يدل، ما يدل على ماذا؟ ما يدلنا على تأويل المصدر. هاتوا، ما الذي يدلنا هنا على تأويل المصدر؟ أين الحدث الذي يساعدنا على تأويل المصدر؟ يعني أنا أثق بكم. أشبه، من أين أتيتم بها دكتورة؟ من الكاف، أحسنتم، من الكاف. الكاف يعني مثل، يعني مماثل، يعني مشابه، فمادة الحذف موجودة، يعني علاقة أم الوليد بعد إشباه أفنان رأسك الثغامة المخلص، بعد إشباه، بعد شبه. نعم، واضح يا كرام، بعد شبه رأسك بالثغام المخلص. عندنا مادة الحدث وهو الكاف، مادة الحدث هنا هي الكاف، وسنرى بحثا قيما جدا عن الكاف في هذا الكتاب، لن تجدوه في كتاب آخر. طيب، إذا ما حرف مصدري؟ والمصدر المؤول مضاف إليه. سيبويه يقول لا، يقول لا. ماذا يقول السيبويه إذن؟ هناك رأي آخر في ما هنا بعد، بعدما. ماذا يقول السيبويه؟ له رأي آخر فيها، ما رأيكم؟ يقول ما، نعم، يقول إنما كافة، كفت بعد عن الإضافة. إذن ما هنا ليست مصدرية عندنا، وليس عندنا جملة بعدها أضيفت إليها ما. واضح يا كرام؟ علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. علاقة أم الوليد، ماذا تعربون أم؟ علاقة أم الوليد، لا لا، منادى. أبدا أبدا، هو يخاطب نفسه يا كرام. مفعول به، نعم، يعني أتعلق أم الوليد، والعلاقة هنا علاقة الحب. أتعلق أم الوليد، طبعا العلاقة بالفتح للحب وبالكسر علاقة الشيء، كالصوت أو كذا، علاقة الصوت، علاقة كذا، الأشياء الحسية، وبالفتح للمحبة. وبعضهم لا يفرق، يقول بالفتح تكون للأمور الحسية وللمعنوية، أما بالكسر، أما بالكسر فهي للأمور الحسية فقط. نعم، يعني أتعلق أم الوليد بعدما أفنان رأسك. نعم، لا، ليس من تنوين المصدر دكتورة، لا، من رأسك. لو كانت أم الوليد منادى لقال أفنان رأسك، لكنها هي أفنان رأسك كالثغام المخلص. قال وقول العرجي أرى مستقيم، أرى مستقيم الطرف، ما الطرف أمكم، وإن أم طرفي غيركم فهو أحول. يا سلام، أرى مستقيم الطرف، ما الطرف أمكم، وإن أم طرفي غيركم فهو أحول. نعم، فلاحظوا هنا ما حرف مصدري والجملة بعدها صلة الحرف المصدري، لكنها جملة اسمية. لما جاز ذلك؟ لأن الفعل في حيزها. نعم، والمصدر المؤول ما محله من الإعراب يا كرام؟ حال. أرى مستقيم الطرف، ما الطرف أمكم، يعني نعم، مفعول فيه، حسنا، مدته، مدته، أم الطرف إياكم. أرى مستقيم الطرف، مدة أم الطرف إياكم. فالمصدر المؤول هنا في محل نصب مفعول فيه، نائب عن ظرف الزمن. قال وأقل منه أن تكون صلة ما جملة شرطية. إذن الأصل في صلة الموصول الحرفي أن تكون فعلية، قد تكون اسمية بعد ما إذا كان في حيزها ما يدلنا على الحدث، وأقل منه أن تكون جملة شرطية صدرها لو،
نحو قول أعرابي خطب يوم وفاة زوجته، هذا شديد الوفاء، وكانا تعاهدا ألا يتزوج أحدهما بعد الآخر، فلامه أصحابه على إخلاف عهده، فماذا قال؟ خطبت كما لو كنت قد مت قبلها لكانت بلا شك لأول خاطبي. إذا غاب بعل كان بعل مكانه، ولا بد من آت وآخر ذاهب. نعم، خطبت كما لو كنت قد مت قبلها لكانت بلا شك لأول خاطبي. فلاحظوا هنا ما حرف مصدري، أين جملة صلة الموصول الحرفي؟ الجملة الشرطية، هذا قليل، هذا أقل القليل. نعم، طيب أسألكم، كيف نؤول المصدر ها هنا بعد من؟ من يستطيع تأويل المصدر؟ كيف سنؤول المصدر ها هنا؟ كيف نؤول المصدر ها هنا؟ ما تقدير المصدر؟ من أين سنأخذ المصدر؟ من جملة الشرط أم من جملة الجواب؟ الظاهر جواب الشرط، من جملة الجواب. أحسنتم، من جملة جواب الشرط. كموتي الشرط، لا ليس جواب الشرط ولا كانت، يعني خطبت ككونها نعم خاطب لو كنت متقبلا. نعم، خطبت مثل مفعول مطلق نائب عن مصدر خطبت، مثل كونها لأول خاطب لو كنت قد مت قبلها. دائما العمدة على جواب الشرط، والشرط قيد في الجواب. نعم، سأظن، الله أعلم. نعم، هو هكذا يقول، هو نعم يسوغ ما فعل، غفر الله له. في يوم وفاة زوجته، نعم نفهم ما يعني نفهم ما يفعله، لكن في يوم وفاتها يعني هذا غبن كبير. خطبت كما لو كنت قد مت قبلها لكانت بلا شك لأول خاطبي. انتبهوا هنا لشيء، كانت أين خبرها وما تقديره؟ أين خبر كانت وما تقديره؟ أين خبر كانت وما تقديره؟ كانت مخطوبة؟ لا، هلا لاحظ، هو هنا يسوغ فعله، يقول خطبت كما لو كنت قد مت قبلها لكانت بلا شك قابلة. أحسنتم يا شيخ محمد، حتى يدل على السعي. لا، انتبهوا هنا، خبر كان ليس كونا عاما، ليس لكانت حاصلة لأول خاطب، لا، لكانت قابلة لأول خاطب، حتى يوازي بين فعله وفعلها. طبعا المرأة ستكون مطلوبة دائما، لن تكون طالبة. طيب إذن كيف ستكون مقابلة لفعله بهذا؟ هو سيسعى للخطبة، وهي لو مات قبلها ستقبل أول من يأتيها، هكذا يقول. فهمتم المعنى يا كرام؟ لكانت بلا شك قابلة راضية لأول خاطب. إذا غاب بعل كان بعل مكانه، ولا بد من آت وآخر ذهب. قال وقول كثير، فيا عزة إن واش وشى بي عندكم فلا تكرميه أن تقولي له أهلا، كما لو وشى واش بودك عندنا لقلنا تزحزح لا قريبا ولا سهلا. نعم، كما لو وشى واش بودك عندنا لقلنا، هاتوا كيف نقدر المصدر؟ كما لو وشى واش بودك عندنا لقلنا تزحزح، يعني كقولنا. نعم، كقولنا لو وشى واش بيدك عندنا تزحزح لا قريبا ولا سهلا. وقول توبة بن الحمير، وهل تبكي الليلة إذا مت قبلها. طبعا يقال مت ومت، مت من الباب الأول مات يموت، ومت من الباب الرابع مات يمات. قد نبهت على هذا في دروس الصرف أكثر من مرة. قال وهل تبكي الليلة إذا مت قبلها، وقام على قبر النساء النوائح، كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها، وجاد لها دمع من العين سافح. نعم، يعني كبكائي، كبكائي ليلى لو أصابها الموت. دائما نقدر المصدر كما قلنا من جملة جواب الشرط. وإذا فقدت الجملة بعدما
وجب تقديرها بما يقتضيه السياق. طيب إذا ما زلنا في إشكالات جملة صلة الموصول الحرفي. صلة الموصول الحرفي كما قلنا تكون فعلية، قد تكون اسمية بعد ما، قد تكون إذا تضمنت هذه الجملة الحدث، إذا كان الفعل في حيزها. أقل منه أن تكون الجملة الشرطية صلة للموصول الحرفي ما. الآن فقد الفعل، طلبنا أن نقدره، ومن ذلك قولك لا أفعله ما أن في السماء نجما، يعني لا أفعله ما ثبت أن، فأن في السماء نجما ما محله من الإعراب يا كرام؟ ما محل هذا المصدر من الإعراب؟ ما أن في السماء نجما؟ ما أن في السماء نجما ما محل من الإعراب؟ لا لا، المصدر مول من أن، من أن ليس من ما. فاعل، أحسنت يا حمد، فاعل يعني ما ثبت وجود نجم في السماء، وما أن في الفرات قطرة، وما أن السماء سماء. فمثل هذا يكون فيه المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع فاعلا لفعل محذوف، والتقدير ما ثبت أن في السماء نجم. والجملة الفعلية هي صلة الموصول ما، ولذا فسر مثل هذا القول بأن معناه لا أفعله ما كان في السماء نجم. لاحظوا كلام الشيخ، قال بما معناه. لماذا؟ لأن قولك لا أفعله ما كان في السماء نجم هذا تفسير معنى لا تقدير إعراب. التقدير الإعرابي تحافظ فيه على مواقع الكلمات. لاحظوا ما أن في السماء نجمة، تحافظ على مواقع الكلمات، تحافظ على كلمة نجمة منصوبة، واضح؟ أما إذا قلت يعني يريد أن يقول لا أفعله ما كان في السماء نجم، أنت تفسر المعنى هنا لا تقدر الإعراب. وما كانت في الفرات قطرة وما كانت السماء سماء. الجملة العاشرة التابعة لجملة لا محل لها. التوابع في المفردات خمسة: العطف والبدل وعطف البيان والصفة والتوكيد. هذه في المفردات، يعني يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم، وهي في الجمل اثنان فحسب: العطف والبدل. إذن تابع المفرد خمسة وتابع الجملة اثنان فقط: العطف والبدل. طيب، لا، أما عطف البيان فإنه يضم إلى البدل لأنه منه. الآن يبين الشيخ الثلاثة الأخرى أين ذهبت. عطف البيان هو من البدل، وأما الصفة فإنها لا تكون للجمل لأن الجملة لا توصف. يعني هل رأيتم جملة صفة لجملة؟ لا. طيب، وأما التوكيد فانتبهوا إلى هذا البحث الدقيق الأنيق. إذن الجملة التابعة لجملة لا محل لها قد تكون في العطف وفي البدل. طيب في التوكيد ما عندنا جملة توكيد لجملة؟ قال لا، وهذا كلام منه دقيق حفظه الله. قال وأما التوكيد فإنه لا يكون في الجمل إلا لفظيا، والتوكيد اللفظي لا أصل له في الإعراب. يا جماعة، التوكيد اللفظي لا يعرب أصلا. أنت تقول مثلا جاء زيد، جاء توكيد لفظي لا محل له من الإعراب، أنت لا تعربه هنا. التوكيد اللفظي كالحرف قائم مقام الحرف، كأنه حرف حشية للتوكيد. فأنا ما عندي جملة ها هنا بالمعنى الإسنادي لأنني لم أعرب المفردات أصلا. سنرى الآن بعد قليل. لاحظوا مثلا فقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فيه من الناحية الإعرابية جملة واحدة هي مهل، أما أمهلهم فتوكيد لفظي بالمرادف. طبعا لماذا بالمرادف؟ لأن أمهل مرادف مهل، ليس عينة. نعم، فلاحظوا أمهلهم ما عندي جملة ها هنا. أنت إذا قلت جملة فأنت تدعي أنك أعرفت المفردات، وهنا لا إعراب للمفردات. التوكيد اللفظي لا يعرب، لا يعرب. أنت هنا لن تعرب المفردات ثم تقول وجملة كذا توكيد من لفظي لا محل له. نعم، لأنها تابعة للمفرد في هذا. والمفرد عندما نقول إن المفرد لا يعرب، إذن الجملة من باب أولى لا تعرب. فإذا أنا ما عندي ها هنا جملة. قال فتوكيد، أما منهم فتوكيد لفظي بالمرادف. وقول المأمون
لك الله على ذاك، لك الله، لك الله، ليس فيه ثلاث جمل، أولاها ابتدائية والاثنتان الباقيتان توكيد لها وهما مثلها لا محل لهما، بل هو أيضا جملة واحدة والباقي توكيد لفظي. أنت ستقول لي طيب يا أخي ما تصنيف هذا التوكيد اللفظي؟ حرف، حرف. التوكيد اللفظي والنحاة ينصون على هذا في الأصل، التوكيد اللفظي قائم مقام الحرف، والأصل أن تكون الحروف هي التي تقوم بوظائف التوكيد، فما يقوم بوظيفة التوكيد اللفظي هو قائم مقام الحرف في هذا. قال بل هو جملة، أيضا جملة واحدة والباقي توكيد لفظي أي تكرار لا صلة له بالإعراب. ومثله قول إبراهيم بن سفيان: ألا حبذا 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 حبيب تحملت فيه الأذى. لاحظوا أيضا حبذا الثانية لا تقل جملة، إذا قلت جملة فأنت حينئذ أعربت المفردات، والمفردات لا تعرب هنا. هكذا تقول حبذا توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. وقول أبي الفرج الساوي: هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي. ليس في عجوزه جملتان، وإنما هو جملة واحدة، هي حذاري الأولى، أما حذاري الثانية فهي توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. هذا هو التحقيق خلافا لما زعمه أبو حيان وغيره. فإذا كانت المفردات في التوكيد اللفظي لا محل لها من الإعراب، لاحظوا، لأنها تكرار لفظي، فإن الجمل أولى بذلك منها. وهذا لأن الإعراب في الأصل هو للمفردات، فإذا لم نعرب المفردات فلا نعرب الجملة أصلا، والجمل إنما تحمل على المفردات في الإعراب. ولو لم تحل الجملة محل المفرد لما كان لها ذكر في الإعراب. يعني نحن لماذا نتعرض لإعراب الجمل؟ لأن بعض الجمل تحل محل المفردات، فتعرضنا لإعراب الجمل، ثم نحن نعرب المفردات، يتكون عندنا جملة، فنبين محل هذه الجملة من الإعراب، مكانها في التركيب، أثرها في التركيب. ولو كان ما زعمه أبو حيان من أن الجملة المؤكدة تابعة لما تؤكده حقا، للازمه أن يذكر أيضا هذه الجملة في عداد الجمل التي لها محل من الإعراب. وهذه محاجة من الشيخ دقيقة. يقول الشيخ: لو كان ما ذكره الإمام أبو حيان صحيحا من أن الجملة تكون تابعة لجملة، تكون مؤكدة لجملة لا محل لها، طيب كان عليه وعلى من تبعه أن يذكر أيضا ضمن الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة التي تتبع تؤكد جملة لها محل. مثال: قال للازمه أن يذكر أيضا هذه الجملة في عداد الجمل التي لها محل من الإعراب، لأنها قد تكون مؤكدة لما له محل أيضا، نحو قوله عليه السلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. أسألكم يا كرام، الجملة الأولى فهي خداج ما محلها من الإعراب؟ هي خداج الأولى ما محلها من الإعراب؟ نعم، خبر، أحسنتم، خبر لكل. ولماذا اقترن الخبر بالفاء؟ لماذا اقترن الخبر بالفاء؟ لما اقترن الخبر بالفاء؟ لأن كل تشبه، أحسنتم تماما، أحسنتم، لأن كل تشبه الشرطة في العموم والترتب، وكل هنا وصفت بجملة، إذا وصفت كل بجملة فإنه يجوز أن تأتي الفاء في خبرها. طيب، هي خداج الأخرى، ماذا سنقول؟ هل نقول إن جملة هي خداج الأخرى، نعم مبتدأ في معنى الشرط صحيح، هل نقول هي خداج الأخرى توكيد لجملة هي خداج في محل رفع؟ لا قائل بهذا، وإغفاله إياها في الجمل التي لها محل يؤكد ضعف ما ذهب إليه، والحكم واحد لا يتغير، أولي المؤكد المؤكد أم فصل بينهما شيء، كالذي رأيناه في قول المأمون: لك الله على ذاك، لك الله، لك الله، ما في مشكلة ولو فصل بينهما فاصل. وقد يفصل بينهما بالفاء أو ثم زائدة للتوكيد، نحو قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. من يبين لي أين التوكيد اللفظي؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمدوا مما لم يفعلوا فلا تحسبنهم،
انظروا يا كرام، فلا تحسبنهم كلها لا نعربها إعراب مفردات البتة. وليس عندنا جملة ها هنا، وإنما لفظ للتوكيد، لتوكيد لا تحسبن، وهذا توكيد من المرادف، لا تحسبن الذين لا تحسبنهم. طيب أسألكم، أين مفعول تحسبن الأول وأين مفعوله الثاني؟ الأول محذوف أو ماذا؟ عظيم. الأول الذين، لا تحسبن الذين، نعم. طيب والثاني متعلق الجاري والمجرور بمفازة، يعني لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة، لا تحسبنهم كائنين بمفازة، نعم. فإذا بمفازة متعلقان بالمفعول الثاني المحذوف، وهذا كله مما تلقيناه عن الشيخ وأحكمناه عن الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به، وكأنني الآن أتمثل الشيخ في المجلس، في مجلس ابن عباس، والحمد لله على كل حال أتمثله أمامي وهو يعرب هذه الآيات المباركات في مجالس يعني كانت تساوي عندي الدنيا وما فيها. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا كائنين بمفازة من العذاب، وكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ثم هنا زائدة للتوكيد، وكلا سوف تعلمون التي بعدها توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. قال كيف في قول المأمون وقوله أيضا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم هنا زائدة للتوكيد، ما أدراك ما يوم الدين توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. وقول صخر بن عمرو تقول ألا تهجو فوارس هاشم وما لي إذ أهجوهم ثم ما لي، ثم حرف زائد للتوكيد، وما لي توكيد لمالي لا محل له من الإعراب، توكيد لفظي. والحمد لله رب العالمين. غالبا نلتقي إن شاء الله تعالى في مجلس غدا من المجال من مجالس التعويض التاسعة والنصف مساء إن شاء الله تعالى، نلقاكم على خير، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عندكم سؤال تفضلوا، ولا تنسوا أن تقيدوا. اللهم آمين أجمعين. هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ سؤال عن التوكيد تفضلوا، لكن بقي يعني أظن 40 ثانية. الله يسامحونا، يعني قد نضطر لدرس غدا حتى نعوض. وسيكون عندنا مجلس في الأربعاء والخميس أظن يعني.